مصر في الفترة الأخيرة جالها كام عرض استثمار سياحي وعقاري في منطقة راس جميلة، وده بعد النجاح الكبير اللي عملته مصر في مشروع راس الحكمة. وأهم عرض حاليا موجود قدام الحكومة من السعودية، يا ترى إيه تفاصيل العرض ده؟ إيه العوائد اللي هترجع على مصر من الاستثمار السياحي في راس جميلة؟ ومتوقع سعر الدولار يوصل لكام بعد التوقيع؟ بانكير، نبض البنوك. الحكومة المصرية حالياً فتحت باب الاستثمار العقاري والسياحي قدام الشركات الأجنبية اللي عايزة تدخل مصر بهدف ضخ استثمارات جديدة. كانت البداية بطرح منطقة راس الحكمة، واللي دخلت استثمارات مباشرة في خزينة الدولة المصرية بمعدل 35 مليار دولار، واللي انعشت بيهم خزينة البنك المركزي وقضت تماماً على مشكلة نقص العملات الأجنبية، ومعها انتهت أزمة وجود السوق السوداء في التجارة بالعملات. بعد منطقة راس الحكمة حاليا جه الدور على منطقة راس جميلة. الحكومة بتستعد لطرحها للاستثمار السياحي قدام الشركات الأجنبية، والحكومة قدامها عرض قوي جدا من السعودية اللي حط عليها وبكل قوة علشان تفوز بالمنطقة. طب ايه تفاصيل العرض السعودي للاستثمار السياحي في راس جميلة؟ السعودية من كام يوم قدمت عرض جديد لمصر علشان تدخل تستثمر في منطقة راس جميلة. العرض ده بينص على السعودية انها تتنازل عن الودايع بتاعتها في البنك المركزي المصري بقيمة 10 مليار دولار مقابل اتمام صفقة راس جميلة، ده غير التنازل عن عدد كبير من الشركات السعودية العاملة في مصر، هيوصل عددهم لست شركات لها مشروعات كتيرة في اغلب الخدمات المصرية زي التعليم والصحة والطاقة وغيرها من المجالات المصرية بإجمالي استثمارات مباشرة هتوصل ل 15 مليار دولار. مصادر بوزارة قطاع الأعمال قالت إن الحكومة وصلها عرض سعودي من مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، واللي صنفتها فوربس مؤخرا في المرتبة 32 ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2024 للاستفسار عن تفاصيل وتصور الدولة لمشروع راس جميلة وإيه هي الأهداف والموارد للدولة المصرية مستهدفاها من الاستثمار السياحي في منطقة راس جميلة. المصادر كملت كلامها وقالت إن الشركة أكدت على رغبتها في الاستثمار في السوق المصري الفترة اللي جاية، خاصة في منطقة راس جميلة، وإنها تستهدف إقامة مشروع سياحي متكامل، خاصة أن المنطقة واقعة في موقع متميز ومؤهلة لأنها تصبح أحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة. العرض السعودي تضمن كمان إقامة مشروع فندقي على مساحة 403,615 متر مربع، وإقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة، إضافة إلى 1288 شقة فندقية، بالإضافة لإقامة المشاريع السكنية والتجارية بتساهم في زيادة عدد السائحين القادمين لمصر للوصول 30 مليار سائح وتحقيق إيرادات بإجمالي 30 مليار دولار من قطاع السياحة بحلول عام 2028. أنا أشرقت أشرف وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.